اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في موقع مش جديد كثير قديم يعني ماشي حاله تمام. طبعا اليوم عادي يا تامر، معنا تامر. مساء الخير شباب، يعطيك العافيه. فحيص تامر، فقدناكم زمان عنكم. زمان شايفين من بدايه الحظر وهو هو مش موجود. انا طاش بس انت المحجور. معنا تامر اليوم ومعنا باسم. هاي باسم. مساء الخير، انا بالشباب. طيب اليوم بدنا نحكي يا اخوان عن الاشاره، واشاره ممتازه وما عليها كلام. ماشي، يعني الاشاره هاي ممكن تلاقوها في اي مكان، لكن يعني حلوه حلوه. طيب فيها رمزيه، فيها تحديد، فيها شغل كثير، يعني راح نحكي عن شغل كثير في هاي الاشاره. طيب بدايه عشان تشوفوا الاشاره شو هي، تمام، خلينا نطلع تلفك عشان تشوفوا الاشاره ايش هي. عندي اول اشاره هاي، تمام، طبعا طالع فيها شجرة جوا، تمام. عندي هاي الإشارة أول، الآن راح أخذ أكثر من إشارة وأكثر من اتجاه، تمام، في مكان واحد، يعني في صخرة واحدة راح أخذ أكثر من إشارة وأكثر من اتجاه، يعني عندي شغلتين أو ثلاثة، تمام، في نفس المكان، مثل الإشي اللي بنسميه إحنا زي خارطة أو إشي زي هيك، لكن توضيحية للمكان نفسه، يعني توضيحية بتوضح لكل مكان نفسه. طيب رح نحكي أول شيء عن الجورون، هذا اللي هو إحنا بنحكي عنه جورون المغارة، بتوجيه باتجاه جاي بالاتجاه هذا هيك زي هيك جاي، تمام. الآن جورون المغارة هذا نحكي عنه دائما مسكر من جهة هيك، مسكر من جهة ومفتوح من جهة مع الصخرة، تمام. إذا جورون مغارة، لكن داخل الجرن نفسه، ماشي، في توجيه كمان معانا، وفي عندي بحكي لي الجرن هذا بحكي لي ايش في عندي جوا. عندي قبر، تمام، طبعا في بصمه هي هون، تمام، وفي عندي بصمه خارجيه هي هون، تاكيد لوجود هاي المغاره، تمام، وتاكيد لوجود القبر اللي موجود فيها، لكن جايه بالاتجاه هذا، تمام. هاي اول اشاره راح تكون معانا اول اشاره تحديدا. طبعا تامر هسه حددها، بينت معانا انه في المنطقه هاي هيك، تمام، تامر حددها وزبط امورها، لكن اتجاه التوجيه تبعها لاتجاه الحفر مع الشطفه اللي موجوده، تمام، مع السيال اللي موجود مع 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 عشان توصل معانا لمنطقه الحفر اللي هي هون، لكن هون ما عندي اشاره لجف، هون في المنطقة هاي ما عندي إشارة لجف، تمام. فإحنا بنستخدم الأسياخ دائما، لكن بصير في تنظيف للمنطقة هاي كاملة، بصير في تنظيف عشان تبين معانا وين القص الصخري تبعها أو وين النزول تبعها، بصير في تنظيف. ليش؟ لأنه مش شاملة معها إشارة حفر أو مكان حفر، السيال متوقف لعند معين، لحد معين اللي هو هذا الحد، تمام. هاي أول إشارة معانا. الإشارة الثانية إيش تعمل عندك؟ هذا تابع لهاي، هسه بقول لك اياها. الاشاره الثانيه يا اخوان، واشاره مهمه جدا، اشاره مهمه جدا اللي هي هاي الاشاره، طبعا اشاره مغاره نفس السلافه، اشاره مغاره مغلقه، لكن جايه هي نفسها على شكل مثلث اللي هو هذا، هي هاي هيك، تمام، وهاي هيك، تمام، طبعا هون بصمه مع هاي هيك، تمام. نفس الإشارة إشارة مثلث، يعني إذا بدنا نعتمد المثلث اللي هو الرمزية للقبور أو المقبرة المهمة، خلينا نحكي الرمزية للمقبرة الوثنية غير وثنية إلى آخره، لكن نفس الرمز، رمز استخدم، تمام. عندي بصمة هون، عندي نفس الجرن داخله بصمة هيها، تمام، نفس الجرن داخله بصمة، تأكيدا وجود بصمة خارجية للشغل هذا. هذا رايح باتجاه، ليش رايح باتجاه؟ شوفوا تحديد الإشارة نفسها، طلع البصمة ما أحلاها، تمام، تحديد الإشارة نفسها بدل إنه وجود المغارة، لكن في مكان عندي من هون لهون، تمام، في توجيه طبعا، هيو ماشي، هاي التوجيه تبعه، في مكان عندي بعيد شوي، يعني في توجيه عندي في الإشارة نفسها في مكان بعيد شوي. الآن لو اتجهنا اتجاه بالنسبة لهذا الجرن، لو اتجهنا اتجاه معه عشان نعرف وين بدنا نروح، ماشي، راح نمشي مع الجرن عشان نوصل لوين، للإشارة اللي هي الرئيسية مع الإشارة هذيك، تمام. هيها طبعا الإشارة هون، تمام، أنا هون، تمام. شو بلاقي عندي هون؟ بلاقي الإشي اللي حكينا عنه، لكن لجف خارجي يا إخوان، لجف خارجي، مستطيل
مستطيل عشان نبين هيك، مستطيل ناقص ضلع. تمام، اول اشي مستطيل ناقص ضلع، يعني عندي زي بوابة هون. ثاني اشي مشمول معاه اشارة اللجف، ثاني شغلة، شغلتين هون. شغلة الاولى المستطيل ناقص ضلع، ثاني اشي مشمول معاه اشارة اللجف. اذا في عندي تأكيد لمكان حفر في المنطقة هاي. شو جاي معاها؟ شوفوا البصمات، شايفينها هاي، هاي بصمة وهي بصمة، تأكيد مكان الحفر يا اخوان. يعني انتهى معي الشغل هنا، الإشارة انتهت معي في المنطقة هاي. تمام، اللجف واضح، تمام اللجف واضح هيو وإشارة الحفر واضحة. تمام، إشارة الحفر واضحة، طبعا حتى اللجف نفسه إشارة مغارة، يعني حتى اللجف الشامل للإشارة إشارة مغارة، والسيال نازل مع الإشارة نفسها. تمام، تأكيدا تأكيدا وجود مكان دخول أو بوابة من هون مستطيل ناقص ضلع، زائد إشارة اللجف، معها الشغل 100%، معها البصمات. تمام، معها يعني كأنه هون بيجي بيقول لك هاي الإشارة هناك، تعال بالاتجاهات شوف عندك إيش فيه هون، راح تلاقي وجود المستطيل ناقص ضلع. تمام، راح تلاقي وجود المستطيل ناقص ضلع. تمام، اذا اخذنا الاشاره من البدايه، اخذنا اول اشاره، بعدين اخذنا ثاني اشاره وتوجيهها، وعرفنا توجيهها وين، وعرفنا مكان الحفر وين. تمام، نشتغل على الشغل الثالث. الشغل الثالث تاكيد ايش في هون بالضبط. تمام، تاكيد ايش في هون بالضبط. شوف، اول شيء عندي الشغل هذا، هسه راح نشوفه. تمام، طبعا هون في مصايد، على ما يبدو انه في مصايد. الشغل هذا طبعا احنا بنحكي عن غرفه مدفنيه، تمام، ما بنحكي عن قبر. ليش بنحكي عن غرفه مدفنيه؟ لانه الاشاره هاي الاتجاه توجيه نفس المكان اللي كنا فيه عند البوابه، التوجيه زائد وجود الخط هذا. شوفون هي، شايفين الخط هذا هي؟ تمام، اذا صار عندنا مربع موجه في اتجاه. تمام، لكن فيها مصايد، البصمه جايه عليها، تاكيد الشغل تبعه البصمه جايه عليها في المنطقه هاي، في مصايد عندي فيها، يعني ما في نزله عندي بسهوله راح انزل بسهوله والله احفر وخلصنا من هالسلافه، لا، في عمق. اول شيء في عندي مصايد، اتجاه توجيه كامل، زائد الاشاره الاخيره اللي راح اخذها من هنا. تمام، تعال باسم، زائد عشان يأكد لك انه هنا شغل مقدس، خلينا نحكي شغل مقدس. ليش؟ لانه عنده يعني مقبرة مقدسة. شوف هاي، قبل ما احط عليها الهاي، شوفوا هاي، هذا المثلث شفتوه، تأكيد شغل 100%. هاي تمام، اكيد الشغل 100%، عندي المثلث هذا. اذا احنا هسه موجودين على مقبره، ومقبره من الطراز الاول، وممكن انها تكون كثير تكنيزيه، يعني مش سهله، مش اشي سهل. تمام، ممكن انها تكون كثير تكنيزيه، لانه لوجود العلامات المثلث هذا والمربع هذا اللي هو مع التوجيه مثلث هو عاملينه، لكن هو مربع بالنهايه، مع وجود اشاره المغاره، مع وجود اشاره المغاره الموجهه. تمام، اذا في عندي شغل من المكان هذا اللي هو مستطيل ناقص ضلع مع اشاره اللجف، شغل قوي، ماشي، مش شغل سهل. الان الشغلات هاي احنا كيف بنلاقيها يا اخوان؟ طبعا احنا بنبلش نصور، اول ما بنبلش نصور في اشاره معينه، لكن الشغلات الثانيه بتطلع معنا اثناء التصوير، يعني المثلث هذا مثلا، او المثلث هذا، او كذا او كذا، بيطلع معنا اثناء التصوير. يعني احنا ما بنعرف شو توابع الاشاره، او ما بنعرف شو الوضع كله، لكن مع التصوير بيبين معنا، واحنا بنطلع على الصخره بنعرف انه موجود الصخره، شكل الصفاء هاي اللي هيك كبيرة، إذا في تحتها ممكن إنه يكون فراغ، فحصها تامر. تمام، ولساته شغال على فحصها، خربط الدنيا
فحصها عنده، هي الفراغ موجود، فراغ كبير مش صغير، يعني بحدود تقريبا 6 في 6 او اكثر، حتى اكثر من 6 في 6، لكن الشغل صحيح 100%. الان انا بدي اياكم توصلوا لهي النتيجه، بدي اياكم توصلوا لهي المعلومه، انه مش اشي صعب ان اليوم نقدر ناخذ الاشاره من بدايتها الى نهايتها، ونعرف مكان الحفر ونعرف الشغل. يعني هاي الاشاره برضو طلعت معنا وجود توجيه، برضو وجود اشاره مغاره وجود توجيه معاها، تمام. هاي اشاره كمان على نفس الصخره، اذا انت اكيدا، وهي كمان وحده، تمام، هاي كمان وحده هون نفس العمليه، وممكن تكون اشاره اللجف هون موجوده لكن بدها تنظيف المنطقه، وهون هاي كمان وحده عند باسم. يعني الشغل بسيط مش صعب، تمام. ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من هاي الحلقه، وشكرا لكم للمتابعه، واللي مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس، واهلا وسهلا فيكم.